لم يؤدي الأهلي أي شيء. الأهلي كان سيء للغاية خاصة في الشوط الأول. الهدف تسلل لا خلاف على ذلك، هدف تسلل بنسبة 2,000,000%، مفيش هزار مفيش أي اختلاف على هذا الموضوع. لكن إن احنا ما جبناش جول واتنين، وده المفروض كان من النادي الأهلي، كان المفروض من النادي الأهلي هو اللي ياخد المبادرة. المباراة على ملعبه، جمهور رائع، ويعني ناس كتير جدا بتسألني مين نجم النادي الأهلي امبارح. نجم النادي الأهلي رقم واحد هو جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي امبارح رائع، يعني مش عايز أقول إنه مدهش. يعني كمان اللحظة اللي بعد المباراة، التصفيق اللي كان في الملعب، التصفيق آسف اللي كان في الملعب كله، كان حاجة فعلا محترمة جدا، وجمهور واعي قوي، وجمهور ضرب مثل رائع 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 في التشجيع. فلاعب أفضل لاعب في المباراة امبارح هو كان جمهور النادي الأهلي، اللي كان فيه كتير قوي متخوفين منه، قلقانين منه، ممكن مش عارف يحصل ايه وممكن يحصل ايه وربنا يسترها. لا، جمهور محترم. دي لحظة دخول الجمهور، الجمهور الزملكاوي اللي كان موجود امبارح في استاد القاهرة. أتمنى تكون مباراة الأهلي والترجي بداية إن احنا نرى هذا الشعور الطيب اللي شفناه امبارح من جمهور نادي الزمالك اللي كان متواجد في استاد القاهرة. يعني كان أتمناها إن هي تكون بقى بداية. كفانا ما حدث العام الماضي من شحن بين الجمهورين وأزمات بين الجمهورين، ويجي ماتش الأهلي والزمالك ربنا يسترها، الله أعلم إلا هيحصل. الجمهور لا لا لا، أتمنى أن يكون مباراة امبارح بداية نشجع فرقنا ونتحمس لفرقنا، ولكن ما يبقاش في شيء من التعصب زيادة عن اللزوم. حب فرقتك وشجع فرقتك واخلص لفرقتك لا خلاف، لكن فيش داعي أن احنا نكره بعض، فيش داعي أن احنا نشتم بعض. زي ما انتم شايفين صور موجوده من امبارح رصدناها بكاميرا قناه النادي الاهلي امبارح في بدايه المباراه، جمهور نادي الزمالك داخل وسط جمهور النادي الاهلي. فانا شايف زي ما بقول لكم ان دي كانت، اتمنى انها تكون بدايه طيبه لكل الجماهير، ان هي نفتح صفحه جديده مع بعض. زي ما بقول لكم يبقى الحماس، يبقى كل شيء الا التعصب، الا ان احنا نكره بعض ونشتم بعض ونتمنى كل حاجه وحشه لبعض. لا 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 خالص، هي باختصار هي كورة رياضة، يكسب من يكسب ويخسر من يخسر، ولكن تبقى الروح الطيبة بيننا كلنا إن شاء الله. ودايما ده ما نحرص عليه هنا برضو في قناة النادي الأهلي، لا للتعصب، والحملة اللي اتعملت لا للتعصب. حاجات كتير جدا اتعملت السنة اللي فاتت، الحلقة اللي كان عملها أحمد حسن قبل طبعا ما يمشي من